تفقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة لجان امتحانات الثانوية العامة في عدد من مدارس مدينة العريش للاطمئنان على حسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب توفير كافة احتياجات الطلاب باللجان لتيسير أدائهم الامتحانات. وأكد محافظ شمال سيناء على انتظام سير الامتحانات دون شكاوى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، حيث تم تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وتوقيع الكشف الطبي على الطلاب قبيل دخول اللجان، إلى جانب تواجد طبيب وزائر صحية بالمدارس التي بها لجان للثانوية العامة. طبعا تم تجهيز 17 استراحة على مستوى محافظة شمال سيناء، ويعني أنا كنت في مروري دلوقتي بطمئن على استراحات المراقبين وأيضا على مستوى الطلبة. في إحنا طبعا الامتحانات بتيجي على دفعات، لأن إحنا طبعا شمال سيناء وكل المحافظات بتجيبها من القاهرة، فإحنا عاملين آلية للتسفير بالتعاون مع قوات أو الشرطة المدنية مديرية الأمن، وبوجه لهم تحية شكر وتقدير على المجهود الكبير اللي باذلينه.